بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مع لقاء متجدد مع طلابنا طلاب الصف الحادي عشر المتقدم مع الجزء الثاني من أسئلة الهيكل للفصل الدراسي الاول 2022 2023 نبدأ على بركة الله ونشوف مجموعة الاسئلة في هذا الجزء. فطبعا زي ما قلنا الحصه الماضيه او الجزء الماضي ان احنا هنبدا ان شاء الله بعد نجمع الدوال او نطرح الدوال او نضرب او نقسم وهكذا فتعال نشوف السؤال اللي قدامنا ده ده عباره عن ايه فبيقول لي اذا كانت الداله اف بكذا والداله جي بكذا فيا ترى اف زائد جي كام وعايز الدومين بتاعها الدومين يعني يقصد به المجال يبقى اذا انا هعمل كل اللي بعمله ان انا عندي اف زائد جي اكس هي عباره عن قاعده بسيطه هي عباره عن اف اكس أضيف عليها أيضاً مين جي إكس، يبقى إذا الكلام بيساوي الإف إكس عبارة عن إكس تربيع زائد أربعة، والجي إكس اللي هي جذر مين جذر إكس. يبقى كل اللي نعمة ممكن نرتب فقط الشكل بتاعنا لو إكس تربيع هتبقى زائد جذر إكس زائد مين أربعة. هتلاحظ إن أنا عندي واحدة فقط اللي هي الإجابة الصحيحة بهذا المنظر. ولكن ممكن يعطيني هنا إكس تربيع زائد جذر إكس زائد أربعة في إحدى الاختيارات الأخرى. بحيث أن يكون كاتب الدومين غلط طب فين الدومين هنا الدومين هنا طالما المسألة اصبح فيها جذر تربيعي فدومين المسألة كلها هو عباره عن دومين الجذر التربيعي واحنا قلنا الحصه الماضيه او الجزء الماضي قلنا الدومين بتاع الجذر التربيعي ما اسفل الجذر او ما تحت الجذر يكون اكبر من الصفر يبقى اذا اكبر من او يساوي مين الصفر طالما اكبر من او يساوي الصفر يبقى معناه ادي عندنا صفر اكبر من او يساوي يبقى دائره اكبر من يبقى متجه ناحيه اليمين يعني رايحه الى موجب لا نهايه زي ما انت شايف هنا من الصفر الى موجب لا نهايه فتره مغلقه وليست فتره مفتوحه فنخد بالنا من الكلام ده سؤال ثاني هنا عمليه طرح يبقى دي احنا خدنا مثال على عمليه الجمع تعال نشوف مثال على عمليه الطرح فنفس الكلام اقول اف اكس هذا بقى ناقص جي اكس طب يساوي كام هنا نكون حاضرين شويه اهو في موضوع الطرح الداله الاولى ما فيش مشاكل فيها هكتب مباشره ثمانية ناقص اكس تكعيب أكتب ناقص، لما أجي أكتب الدالة الثانية، أوعى تنسى إن إحنا نكتبها بين قوسين، يبقى إكس ناقص مين، ثلاثة، نبدأ نفك الأقواس، يبقى إكس تكعيب، السالب بيتغير كل الإشارات التي تليها، يبقى سالب إكس زائد مين، زائد ثلاثة، طيب، يبقى إذا إيه الموجود عندنا حاليًا؟ عندنا هنا موجب ثلاث وموجب ثمانية، يبقى أحصل النتيجة كام؟ موجب حداشر، ناقص إكس، ناقص إكس إيه، تكعيب، تعال نشوف مين فيهم الصح هنا على هذا الجزء فاول واحده عندنا فيها 11 ناقص اكس ناقص اكس تقريب الثانيه هي 11 زائد يبقى غلط يبقى اذا الاجابه الصح اليمين ايه طب انا الدومين عندي عباره عن ايه المفروض طالما عندي جمع وطرح بنجيب نوجد دومين الداله الاولى هنسميها دي 1 هنوجد دومين الداله الثانيه دي 2 ونعمل عمليه تقاطع بينهم نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا في في اللي فوق دومين الداله الاولى هي عباره عن ار الدومين الثانيه اكس اكبر من او يساوي صفر التقاطع اللي بينهم هو اكس اكبر من او يساوي صفر فهي نفس القاعده ولكن هنا حصلنا اولا الداله الاولى برانوميال والثانيه برانوميال يعني كثيره حدود كثيره حدود يبقى اذا الدومين ار وهنا الدومين ار التقاطع اللي بينهم ايضا يساوي كام ار واحنا عارفين ار معناها من, من سالب انفينيتي لموجب انفينيتي وبالتالي الاجابه الصحيحه لمين اللي هي الاجابه الاولى فنخلي بالنا من طريقه التعامل مع هذه من الاسئله نيجي مثلا الضرب عادي خالص مفيش مشاكل يبقى اذا هعملها هقول F X هضربها في جي اكس يبقى الإف عبارة عن كام؟ ثمانية ناقص إكس تكعيب، مضروبة في إكس ناقص كام؟ ثلاثة. هنا نخلي بالنا في عملية الضرب، كل اللي هضرب الأول مع الأول، والأول مع مين؟ مع الثاني. يبقى حاصل ثمانية ضرب إكس ثمانية إكس، ناقص ثمانية ضرب ثلاثة أربعة وعشرين. بعد كده نضرب الإكس تكعيب مع الإكس، ثم هضرب الإكس تكعيب مع مين؟ مع ثلاثة يبقى حصل عندنا سالب. x اس 4 لان في عمليه الجمع بنجمع الاسس سالب مع سالب تحولت الى موجب هتبقي ثلاث 3x اس كام 3, 3. بعد كده نعمل كومباين لايك تيرمز او بنجمع الحدود المتشابهه اذا كانت في حدود متشابهه ولكن زي ما انت شايف ما حدود متشابهه ولا شيء كلها نعمله يبقى عندنا اول حاجه سالب 24 بعد كده عندنا موجب x موجب 8x بعد كده عندنا موجب 3x تكعيب احنا عملنا ترتيب على حسب التصاعدي من الدرجه الاصغر للدرجه الاكبر بقى كان عندنا مين؟ ناقص اكس اس مين 4. طيب تعال نشوف هنا الموجود عندنا، اولا انا تبدا عندي بسالب 24. فسالب 24 موجوده في رقم دي ورقم مين بي، يبقى اذا الاولى غلط والاخيره غلط. آه الاولى غلط ورقم سي غلط. طب تعال نتاكد كده انا عندي موجب 8 اكس زائد 3 اكس تربيع انا عندي هنا 3 اكس تربيع وهنا 3 إكس تربيع هنا في خطأ في مين في الكتابة وبالتالي هنا طبعا المفروض تبقى هنا إكس أس كام هنا إكس أس ثلاثة وليست إكس تكعيب يبقى هنا إكس أس كام إكس أس ثلاثة يبقى إذا الإجابة الصح واضح إن أنا عندي موجب 8 إكس وهنا موجب 3 إكس إيه موجب 3 إكس تكعيب فأنا هنا يبقى إذا الإجابة الأولى رقم بي هي الصحيحة هذه بالنسبة لمين بالنسبة للمثل الموجود عندي طيب أنا عرفت إزاي الدومين إنه صح لان هي الوحيده لو انا عندي سالب 24 وهنا كانت برضه نفس الكلام رقم دي كان كاتب لي حاصل ضرب زي نفسه كنت لازم اتاكد من مين من الدومين لازم اتاكد من الدومين الدومين احنا قلنا ان الاولى كثيره حدود او بولينوم يبقى دومينها ار الثانيه كثيره حدود يبقى دومينها ار يبقى ار لما اعمل له تقاطع مع الار او الجزء المشترك ما بين الاثنين يبقى هو هو نفسه مين A. كل الاعداد الحقيقيه اللي هي ار هذه بالنسبه مين بالنسبه لهذه المساله المساله الثانيه عايز فقط بيقول هات لي اف تقسيم جي وعايز الدومين بتاعها فقط بيقول هات لي الدومين طب انا عشان اقدر اجيب الدومين فبعمل ايه لابد من ايجاد دومين الداله الاولى يبقى انا هجيب بالنسبه للداله اف اكس اللي هي عباره عن مين واحد على جذر اكس الدومين بتاعها عباره عن مين يبقى خلي بالك الجذر موجود في المقام يبقى لازم ما تحت الجذر يكون اكبر من الصفر فقط ما فيش علامه يساوي يبقى اذا الدومين بتاعنا الخاص بالداله الاولى طب الداله الثانيه اللي هي داله الجي يساوي 4 جذر اكس الدومين بتاعها عبارة عن كام؟ عبارة عن لازم يكون الجذر الإكس تحت الجذر يكون أكبر من أو يساوي الصفر. طب إيه إيه تاني المفروض أعرفه؟ نخلي بالنا إن لازم أستبعد مين هنا طالما في قسمة لازم المقام الجي إكس لا يساوي صفر. طب متى الإكس يساوي متى جي إكس يساوي صفر؟ يبقى إذا أقول أربعة جي إكس أربعة زائد جذر إكس يساوي صفر وبالتالي قيمة إكس يساوي كام؟ صفر يبقى لازم أستبعد هذه النقطة من التقاطع. يبقى إذا أوجد D1 تقاطع D2 يبقى عبارة عن مين؟ هتلاحظ إن أنا عندي الأولى دائرة مفتوحة عندي الصفر إلى دائرة مضللة عند الصفر متجهة إلى لا نهاية. الثانية دائرة مظللة عند الصفر متجهة إلى لا نهاية. يبقى إذا التقاطع بينهم مين؟ المشترك بينهم مين؟ يعني أقدر أقول كده من الصفر قوس مفتوح الى اللانهاية لان أنا هم الاثنين بداوا بالصفر ولكن الاولى فيها قوس مفتوح يعني الصفر لا ينتمي لهذه الفتره والثاني الصفر ينتمي لفتره يبقى اذا نستبعد من مين؟ نستبعد من عمليه التقاطع اللي بينهم. طب ما كده انا استبعدت مين؟ انا عايز استبعد الصفر فاستبعدنا اساسا الصفر يبقى اذا الدومين بتاعنا من الصفر الى موجب لا وبالتالي الحل اللي هو مين؟ الحل الصحيح هو رقم بي. تاني حاجه ممكن اعملها ايه ممكن هنا نعمل عمليه تعويض مثلا بارقام لو انا اخذت الاولى من سالب لانها الموجب هنا طب تعوض بعدد سالب مش هينفع خالص العدد السالب يعني لو اخذت من سالب لانها الموجب لانها يحتوي الاعداد الموجبه والاعداد السالبه لو اخذت عدد سالب من الاعداد السالبه وعوضنا هنا في الداله الاولى هتلاقيها كومبلكس نمبر عوضنا في الداله التالته هتلاقيها كومبلكس نمبر يبقى لا تصلح يبقى الاختيار الاول لا يصلح الاختيار الثاني عندي برضه نفس الكلام رقم سي من سالب لا نهايه يعني كل الاعداد السالبه كلها طب ما احنا قلنا الاعداد السالبه مش نافعه يبقى اذا رقم سي لا تصلح نفس الكلام الدومين في رقم ثلاثة تلاحظ ان فيه الجزء السالب والجزء الموجب مستبعد الصفر فقط طب ما احنا قلنا الصفر اصلا لا يصلح يبقى اقدر اعوض بها هذا الشكل عشان اقدر اعرف مين فيهم الحل الصحيح بدون الاجراء اجراء هذه الخطوات الطويله تعال نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل مع ازاي في القسمه برضه عايز هنا ايه الدومين فاحنا قلنا الدومين تعالى نعملها كده يبقى هقوله كده عباره عن اف اكس على جي اكس طب الاف اكس عباره عن مين؟ الجذر التربيعي اكس زائد 6 والجي اكس عباره عن مين؟ اكس ناقص مين أربعة نوجد الدومين خلاص خليها زي ما كده وكانها مثل عاديه خالص هات لها الدومين بدون ما نقول تقاطع مش تقاطع اكتب اف اكس على جي اكس هات الدومين فعشان اقدر اجيب الدومين هنا لازم الاول نوجد مجال البسط مجال البسط طب مجال البسط جذر يبقى اكس زائد الستة تبقى أكبر من أو يساوي صفر، يعني اكس أكبر من أو يساوي سالب كام؟ ستة. نروح نوجد مجال المقام، مجال المقام أو الدومين الخاص بـ وبالتالي هعمل هنا اكس ناقص أربعة جذر طالما جذر موجود في المقام يبقى هكتب أكبر من الصفر فقط بناء على أمتي سوى. يعني هنا اكس أكبر من كام؟ أكبر من كام؟ من أربعة. طب انا عايز التقاطع اللي بينهم تعال نرسم رسمه بسيطه كده ونعرف التقاطع من خلالها يبقى اذا هذا بتاعنا عبارة عن هبدأ من سالب ستة سالب ستة وعندها قوس مغلق متجهة أنا أكبر مني متجهة ناحية اليمين بعد كان عندنا الأربعة عندها قوس مفتوح ومتجهة ناحية مين أيضا إلى اليمين وبالتالي هذا هو الجزء المشترك ما بين مين البسط والمقام بداية من مين بداية من أربعة إلى إلى موجب لا يبقى إذا الأربعة خلي بالنا أنها قوس مفتوح وبالتالي الإجابة الصح يمين رقم ب هذه بالنسبة مين لهذه هذا السؤال فخلي بالنا من هذه النوعية من الأسف. تعالى بقى نشوف السؤال تاني هنا عايز هي نفس المسألة ولكن عايزين عملية الضرب، عايزين عملية الضرب، وبالتالي أحصل على مين؟ هقول كده عندنا اف إكس مضروبة في جي إكس. يا ترى بيساوي كده؟ بيساوي الجذر التربيعي إكس زائد ستة مضروبة في الجذر التربيعي إكس ناقص مين؟ أربعة. طيب يبقى إذا الدومين عبارة عن مين؟ هنوجد دومين الإف، الدومين الخاص بالإف، عبارة عن مين؟ احنا زي قايلينها ان اكس اكبر من او يساوي سالب 6 ما هي هي نفس المساله يبقى الدومين بتاعنا من كام ال... اقوله من سالب ستة الى موجب للنهايه دايره ايه عند السالب ستة قوس مغلق بالنسبه للدومين الخاص بالجي عباره عن مين احنا قلنا من اربعة الى لا نهايه بس قوس مفتوح لا نخلي بالنا هنا ما اصبحش في الم... في المقام فاصبحت في البسط زي ما هي الجذر الخ... اكس ناقص 4 يبقى اعمل قوس ايه هعمل قوس مغلق ايضا يبقى قوس مغلق عند مين عند الاربعه ومتجه الى لا نهايه هنوجد بقى تقاطع دومين الاف مع دومين مين الجي يساوي طب احنا التقاطع عباره عن مين نرسم الرسمه مره ثانيه ولكن هتختلف شوي يبقى انا عندي السالب 6 دائره مظلله ومتجهه الى لا نهايه كمان عندنا الاربعه اصبحت دائره مظلله ومتجهه ايضا الى مين الى لا نهايه فلما اخذ التقاطع اللي هنا اصبحت عند عند الاربعه دائره مغلقه وبالتالي هقول له كده ان انا عندي مغلق عند الاربعه الى موجب لانهاية نهايه وبالتالي الاجابه الصح هي رقم ب فزي ما انت شايفين احنا دايما الجمع والطرح والضرب والقسمه احنا بنعمل بنوجد مجال الداله الاولى مجال الداله الثانيه ونجيب تقاطعهم بس في القسمه نزيد جزء بسيط بعد ما اجيب التقاطع استبعد اصفار المقام استبعد اصفار المقام زي ما هنشوف في المساله اللي بعدها فعندنا مثلا هنا زي كده يبقى اذا اقول اقول اف اوف مقسومه على جي اوف اكس طب يسوي كام؟ عبارة عن إكس تربيع زائد إكس على مين؟ على تسعة إكس. ولكن نخلي بالنا أنا عندي هنا بالنسبة للإف الدومين بتاع الإف عبارة عن مين؟ كل الآر لأن هو كثيرة حدود برونوميال وبالتالي يعني من سالب لنهاية الموجب لنهاية. طب دومين الخاص بالدالة جي عبارة عن مين؟ أيضا برونوميال يبقى آر يبقى إذا من سالب نهاية لموجب لنهاية. يبقى هنوجد التقاطع اللي بينهم، بس خلي بالك إنها قسمة، يبقى لازم أستبعد أصفار المقام. أصفار المقام أجيبها إزاي؟ يبقى هنا لازم أستبعد أصفار المقام. أصفار المقام يبقى عندي تسعة إكس تساوي صفر، وبالتالي هقسم على تسعة يعني الإكس يساوي صفر، يبقى أنا كل طبعًا دي آر ودي آر، يبقى إذا المفروض تبقى آر، بس نستبعد منها مين؟ نستبعد منها الصفر. طب عشان استبعد منها الصفر يبقى المفروض ارسمها بهذا الشكل كده ادي خط الاعداد وهستبعد فقط قيمه الصفر اعمل عنده دايره مفتوحه بهذا الشكل يعني اذا إن لو انا حبيت اكتب على هيئه فترات يبقى سالب لا نهايه لموجب لا نهايه يبقى أقوله من سالب لا نهايه للصفر ثم من الصفر الى موجب لا نهايه وبالتالي الاجابه الصحيحه رقم سي لو انت حبيت اكتب على هيئه السيت بيلدر نوتيشن فبكتب له كده اقول له اكس ذات اكس بوينج ار اند اكس does not equal من الزيرو فهذه عبارة عن طريقة السيت بيلدر نوتيشن اللي هي موجودة في السؤال الأول عندك في من أسئلة الهيكل فنخلي بالنا من الطريقتين لازم أبقى عارف الكتابة باستخدام الطريقتين هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لسؤال آخر من الأسئلة الموجودة عندنا في أسئلة الهيكل نشوف سؤال آخر طبعا ده عباره عن سؤال اضافي وده سؤال يعتبر بونص فانا جايب لكم ولكن هو من ضمن الصفحه ليس من ضمن الصفحات اللي هي محدده عندكم في الهيكل طب بس لكن لازم نعرف عشان نتعامل معها ازاي فهنا بيقول لي ايه في السؤال الاول او الجزء الاول بيقول انا عايز اف زائد جي يساوي عندي الاثنين يبقى هعملها ازاي دي عباره عن معناها اف 2 معناها زي كده جي 2 طب جبناها ازاي ما هو لسه احنا كاتبين يا شباب ان اف جي اف زائد جي اكس كنا بنكتبها ازاي بقول اف اكس زائد جي اكس طب هو بدا استبدل الاكس باثنين يبقى نفس القاعده نفس القاعده وبالتالي هبدا اجيب طب اوجد ازاي اف2 من خلال الرسم خلي بالك الرسمه اللي لونها ازرق هي اف الرسمه اللي لونها احمر اللي هي الجي طب انا عايز اف2 يبقى عندنا ادي الاثنين قيمه اكس باثنين طبعا خلي بالك هنا اربعه يبقى في الوسط بالظبط اثنين نروح كده ناحيه اللون الازرق ونروح ناحيه محور واي احصلها قيمتها بكام؟ باثنين زائد طيب عند الاثنين بالنسبة لمحور بالنسبة لمين؟ للونها أحمر اللي هي الجي نزلنا عندها رحنا ناحية مين؟ محور واي خلي بالك بس سالب اثنين يبقى هنا دي سالب كام؟ سالب واحد يبقى قيمتها بسالب واحد يبقى إذا اثنين زائد سالب واحد أحصلها بموجب واحد طيب حاجة بسيطة وسهلة ما فيهاش مشاكل يعني تعال نشوف الجزء الثاني نفس الكلام في الطرح يبقى أقول اف عند السالب ستة ناقص جي عند سالب ستة يساوي تعال نشوف قيمتها بكام؟ اف عند السالب 6 فين؟ يبقى اذا اروح للسالب 6 تعال نشوف كده عند السالب 6 فين؟ فعندنا السالب 6 دي سالب 4 يبقى سالب 4 سالب هنا سالب 6 اروح كده طب انا عايز الاف يبقى عندي امشي ناحيه ايه؟ اللون الازرق تقاطع مع المنحنى اروح بقى ناحيه مين؟ مع المحور واي يبقى اذا قيمتها ب 4 يبقى هذه القيمه قيمتها ب 4 ناقص السالب 6 هنزل منها أنا منها ناحيه محور اللون الرسمه اللي لونها احمر اللي هي الداله الخاصه بالجي أروح ناحية محور واي أحصلها كام؟ خلي بالي هنا سالب اثنين سالب أربعة يبقى دي سالب ثلاث يبقى دي سالب خمسة يبقى إذا أفتح قوس كده وسالب خمسة بالآلة الحاسبة أحصل النتيجة كام؟ تسعة. هذه بالنسبة لطريقة التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة، طب تعالى بقى نشوف سؤال ثاني عليها نفس الكلام بيقول قسمة، طب ما إيه هي المشكلة، هيبقى إذا إف عند السالب اثنين هقسمها على إف عند مين سوري عند الجي عند مين؟ الجي عند السالب اثنين. هي هي نفس القواعد اللي خدناها ولكن هنا معوض بأرقام. طب فين سالب اتنين؟ قال آه هي سالب اتنين هنا عندنا. الإف يبقى لونها أزرق عند كده. أروح عند مين؟ عند الأربعة، وبالتالي حصلتها سالب أربعة، يبقى البسط بسالب أربعة. طب جي عندي سالب اتنين؟ طب ما هي نفس الكلام، هتعلم نشيل الكلام ده تاني ونقول له عندنا مثلا عندي عند السالب سالب اثنين بالنسبة للدالة اف اللي لونها احمر، هروح هنا كده احصلها عند سالب مين؟ السالب ثلاث، يبقى سالب أربعة على سالب ثلاث، وبالتالي احصلها أربعة على مين؟ على ثلاث. طب الثاني عملية ضرب، طب المشكلة؟ عادي، يبقى إذا هطبق القاعدة، يبقى اف أربعة مضروبة في جي أربعة. طب اف أربعة فين؟ أدي الأربعة، هما الاثنين يتقاطعوا، عندي الأربعة عند محور إكس. يبقى هما الاثنين بصفر يعني صفر ضرب صفر احصلها مية صفر طب انا عايز ايه اف تركيب جي هنا نخلي بالنا في عمليه التركيب ف اف سيركل جي معناها ايه معناها نكتبها كده يا شباب اف F, اف F, F ونعمل قوس ناخد الجي مع السالب أربعة بهذا لعمليه تركيب الدوال فاذا نخلي بالنا انها بتتكتب بهذه الطريقه يبقى اذا الاف تركيب الجي يعني الجي اوجد قيمتها الاول عند السالب أربعة بعد كده اعوض في مين في الاف يعني الكلام ده بيساوي كام انا محتاج جي سالب أربعة ففين جي سالب 4 هذه جي سالب 4 يبقى نمشي كده ادي عندنا سالب 4 نروح للخط المرسوم بالاحمر غير جي نروح ناحيه محور واي احصلها سالب 4 يبقى اذا اصبحت اف وبدل جي سالب 4 هنكتب سالب كام 4 اللي هي قيمتها طب انا عايز كده اصبحت اف سالب 4 طب اف سالب 4 اجيبها منين من خلال الرسم طب سالب 4 فين هنا اهي سالب 4 هي نقطه التقاطع مع للداله اف مع مين مع محور اكس يبقى قيمتها بكام قيمتها بصفر نفس الكلام عايز جي تركب اف، يبقى إذا الكلام ده يساوي جي نفتح قوس، اف عند مين؟ عند الست يساوي، طب جي يا ترى اف عند الست قيمتها كام؟ يبقى تعال نشوف قيمة الاف عند الست، يبقى إذا كل اللي بعمله نيجي عند الست هنا، اف اللي هي لونها أزرق، يبقى هنزل لتحت ناحية اللون الأزرق، هروح ناحية محور واي أحصلها سالب اثنين، يبقى هذه سالب اثنين، يبقى أنا حاليا كده مطلوب مني مين؟ مطلوب مني أوجد اف جي سالب اثنين. يبقى نروح عند السالب اثنين هنا، أه؟ الجيل الجي اللي احمر، ونروح ناحية محور ا محور واي، هنحصل قيمتها هنا كام؟ سالب ثلاث، وبالتالي هذه النتيجة سالب ثلاث، ونخلي بالنا من المسألة هذه، لانها تعتبر ايه كبونص ليك في الأسد الهيكل، فنخلي بالنا من هذه النوعية من الأسد. تعال نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معه ازاي. دخلنا على موضوع التركيب هون، تركيب الدوال، لسه كنا بنتكلم فيه، ولكن احنا خدناها بأرقام. هنا جايبها لي ايه؟ بصفة عامة. بيقول انا عايز اف تركيب جي في اكس عمليه التركيب سهله جدا يا شباب يبقى احنا اف تركيب جي يبقى هكتب الاف ونعمل قوس واقول له جي اكس والكلام ده معناه ايه معناها عينك فقط على الدالة الأولى دي الإف أه. فاكتبها كما هي ولكن كل إكس تحصلها اكتب بدلها قوس كده زائد مين أربعة طب بداخل القوس هكتب مين عندي هنا من... مين داخل القوس الجي يبقى هكتب الدالة جي يبقى عندنا إكس تربيع ناقص أربعة يبقى إذا أنا هعمل إيه؟ فك الأقواس، يبقى إذا الجذر التربيعي هتبقى عندك إكس تربيع ناقص أربعة زائد أربعة، طبعًا السالب أربعة مع موجب أربعة يبقى معناها جذر إكس تربيع. في ناس كتيرة بتغلط وتقول لي التربيع يضيع مع الجذر وبيساوي إكس، ودي أكبر غلط أنت خدته فخلي بالك. أنت لما تاخذ الجذر التربيعي الإكس أس إن، خلي بالنا. أنا دايمًا بقسم الإن إكس والإن أقسمه على مين؟ على اتنين. إذا كان الناتج ايفن. خلاص ما مشاكل فيه يعني ايه في ايفن يعني عدد زوجي اما اذا كان الناتج اود يبقى لابد من وضع علامه الابسوليت فاليو وبالتالي هنا لابد من وضع الابسوليت فاليو وتلاحظ انت ايه ان هو في الامتحان كاتب لك الاثنين اهم عشان تبقى عارف ولكن مين الصح فيها الاجابه الصحيحه اللي هي مين رقم سي فنخلي بالنا من هذه النقطه يبقى لما اجي اخذ الجذر التربيعي ما فيش حاجه اسمها احذف التربيع مع الاثنين لا اقسم التربيع على دليل الجذر ب 2 على 2 بواحد طلب عدد فردي يبقى لابد من وضع علامه الابسوليت فاليو او علامه القيمه المطلقه. هذه بالنسبه مين بالنسبه لهذا النوع من الاسئله فنخلي بالنا. طيب تعالى بقى نشوف السؤال الثاني او الجزء السؤال الثاني طبعا سهل. السؤال الثاني عامل ايه؟ انا عايز اف تركيب جي ثلاثه يبقى دي معناها اف افتح قوس جي عند الثلاث. خلاص اعوض نوجد جي عند الثلاث. يا ترى قيمتها كام هتبقى 4. ضرب 3 ناقص 8 4 ضرب 3 12 ناقص 8 يديني كام 4 يبقى اعوض كده يبقى معناها ايه اف 4 طب يعني ايه اف 4 معناها نعوض في الداله الاصليه باربعة الداله الاف يبقى عندنا 2 ضرب الأربعة ناقص 3 احصلها كام احصلها 5 وبالتالي الاجابه الصح اليمين الأول مساله ثانيه نفس النمط يبقى انا عندي عايز جي تركيب اف اه جي تركيب اف عند مين عند الاثنين يبقى هنا في البدايه هعمل ايه؟ نوجد قيمه الداله اف عند الاثنين يبقى عندنا اف عند الاثنين تساوي كام؟ اقول ثلاث ناقص اثنين تربيع طبعا دي هتساوي سالب كام؟ واحد يبقى دي معناها جي سالب واحد طب جي سالب واحد يساوي كام؟ نعوض يبقى سالب واحد نضعها في قوسين ثم اس ثلاثة عليه زائد مين؟ زائد واحد يبقى إذا النتيجة ساوي كام؟ طبعا سالب واحد أس ثلاثة بسالب واحد زائد واحد يساوي صفر وبالتالي النتيجة الصحية رقم بي هذا بالنسبه مين لعمليه تركيب دالتين سواء اذا جاب لي مثلا بدون ارقام او جابها لي من غيرها او جايبها من خلال قيم محدده عايز قيمه معينه لهذه الداله تعال ناخذ بعض الامثله مره اخرى يعني عليها فانا بقول عايزين تركيب فاذا نمشي خطواتنا عاديه خالص يبقى انا عندي اف تركيب جي اكس يساوي كام قلنا عندنا على الاف الاف موجود عندي خمسة على اكس الاكس دي هنخليها قوس كده هنكتب مين داخل القوس الدالة الثانية اللي هي يبقى الجي عبارة عن مين الجذر التربيعي لستة ناقص إكس تمام طب أنا عندي خمسة على جذر ستة ناقص إكس هل موجود هنا خمسة على ستة جذر على كذا فتلاحظ إن أنا عندي هنا في في رقم بي وفي رقم إيه سي المقام ستة هنا في ستة ناقص جذر وهنا بس إيه هل مين فيهم الصح تعال نشوف مين فيهم الصح يبقى لازم الأول نوجد مين الدومين يا ترى مين فيهم يبقى الاول عشان نقدر نعمل نحل نوجد الدومين الاول طب نوجد الدومين ازاي فنخلي بالنا من هذه النقطه اولا هنا الداله طبعا بالنسبه للمقام لابد ان يكون اكبر من إيه لازم 6 ناقص اكس لازم تكون اكبر من مين من الصفر ما تنفعش نقول عليها أق اكبر من او يساوي لانها في المقام لانها فين في المقام وبالتالي اقدر اقوله كده عندنا إيه؟ اضيف هنا مثلا اطرح 6 يبقى إذا سالب إكس أكبر من كام؟ من سالب ستة، هنضرب في سالب واحد، هتضرب في سالب واحد يبقى إذا لابد من تغيير علامة التباين وبين أقل من سالب من موجب كام من موجب ستة. يبقى إذا في هذه الحالة لازم أخذ اللي فيها أقل من موجب ستة اللي هي مين؟ طب هتقول لي أستاذ هذا الشكل اللي يختلف، آه ما هنا هو عمل حركة بسيطة، إن أنا أقدر أضرب هنا في جذر ستة ناقص إكس وأضرب المقام في جذر ستة ناقص إكس، وبالتالي. هيبقى عندك خمسة الجذر التربيعي ستة ناقص إكس لما أضرب جذر مع جذر يضع الجذر يبقى عندنا ستة ناقص إكس يبقى هي هي نفس الكلام الموجود عندي أما هنا حط علامة يساوي علامة يساوي طبعا هيبقى يعني معناها الستة موجودة من ضمن القيم فلو عوضنا في المقام ستة ناقص ستة يساوي صفر والمقام لا يجوز انه يساوي صفر والمقام لا يجوز أنه يساوي صفر هذه بالنسبة مين بالنسبة لهذه الجزئية من المسألة تعالى نشوف المسألة الثانية ونشوف نتعامل معها ازاي اذا نفس الكلام هنا عايزين f تركيب g يبقى f تركيب g معناها هنكتبها كده f جي اكس معناها ايه معناها استب في الاف f استبدل كل x ب g x يبقى اذا معناها الجذر التربيعي هنستبدل الاكس x ب f بـ GX نفسها يبقى بدل اكس x اكتب مين x تربيع زائد مين ثمانية ولكن اوعى تنسى ان انا عندي لسه تبع الاف f فيها كام هنا ناقص اتنين يعني اذا النتيجه كام يبقى اذا الكلام ده بيساوي الجذر التربيعي هيبقى عندنا اكس تربيع ناقص مين ناقص زائد 6 اكس تربيع زائد 6 طبعا هنا اكس تربيع زائد 6 ليس لها ليس عليها قيود طب ليه تعال نشوف نوضح كيفيه ايجاد الدومين او المجال الخاص بهذه الداله عشان نقدر نوجد مجال الدو المجال الخاص بداله التركيب اول حاجه نوجد مع مجال الداله اللي انا جبتها دي اللي هي بعد التركيب يبقى اذا مجالها كام انا عندي عندي المفروض كده اكس زائد 6 اكبر من الصفر اكبر من 10 صفر ودي عباره عن فور او ريال نمبر لان إكستر تربيع زائد 6 ليس لها اصفار ليس لها اصفار وبالتالي يبقى اذا ر... او ريال نمبر يعني من سالب انفينيتي لموجب انفينيتي طب انا هعمل ايه بعد كده عشان اقدر اجيب احل صح بعد ما اوجدت دومين هذه الداله لازم اوجد دومين الداله الداخليه اللي هي الجي اكس الجي طب الدومين الخاص بالجي اكس عباره عن مين طب ما هي دي كثره حدود يبقى من سالب لا نهايه لموجب لا ثم اوجد التقاطع ما بين هت... هذين المجالين يبقى سالب لا نهايه لموجب لا وسالب لا نهايه لموجب لا تقاطع بينها يبقى اذا لا توجد قيود على هذه على هذه المساله فبالتالي عندي الإف تركيب الجي حصلناها إيه؟ إكس تربيع زائد ستة، وبالتالي الإجابة الصح هي رقم نفس الكلام المسألة الثانية أنا عايز إف تركيب جي، يبقى نفس الكلام، يبقى إف جي أوف إكس معناها إيه؟ معناها الإف عندنا جذر، أستبدل هذه الإكس، كل إكس في الإف، أستبدلها بالدالة مين؟ جي إكس، يبقى أستبدلها إكس تربيع زائد أربعة إكس ناقص واحد، ولكن خلي بالك إن أنا عندي زائد إيه زائد خمسة. يبقى النتيجة النهائية كام؟ الجذر التربيعي X تربيع زائد 4X زائد مين زائد 4 ولكن للأسف أنا حتى الأخيرة دي X تربيع زائد 4X ناقص 6 يبقى غلط طب مين فيهم الصح هنا يعني؟ خلي بالنا بقى من هذه الجزئية أولا لو أنت مش عارف تحلل ممكن تحللها باستخدام الآلة الحاسبة تعال نحلل كده بالآلة الحاسبة ونشوف نحللها إزاي باستخدام الآلة الحاسبة طبعا الآلة الحاسبة القديمة نضغط مود 5 3 ولكن الآلة الحاسبة الجديدة بنضغط مود وكام والقوسين اللي تحت الوصف ناقص اللي هو تحت مفتاح الكسور دايما وهختار كلمة بولونوميال وبعد كده الديجري عندنا كلام اثنين نكتب المعاملات واحد وعندنا اربعه وعندنا اربعه هضغط يساوي حصلت اكس يساوي سالب اثنين بس خلي بالك هنا في ملحوظه مهمه كاتب لي اكس فقط مش كاتب لي اكس اكس واحد ولا اكس اثنين فدي معناها ان في قيمه واحده فقط لهذه الداله طب اللي اضغط يساوي مش هتلاقي قيم ثانيه هيقول لك المينيمم اوف واي كذا أنا مش عايز مينيموم ولا بتاع، يبقى إذا أنا عندي قيمة واحدة للإكس، يبقى إذا قيمة الإكس تساوي كام؟ قيمة الإكس تساوي سالب 2، رحلها بإشارة مخالفة، يبقى إذا أنا حصلت على القوس إكس زائد 2، ولكن أنا عندي قوس واحد؟ لا. طالما الأنا حاسبة قيمة واحدة يبقى عندنا جذر مكرر، جذر مكرر، يعني دي هيبقى عندنا كام؟ يبقى إذا معناها كده الجذر التربيعي لإكس زائد 2 أس 2، رجعنا لأول مثلًا. انا هنا ما ينفعش زي ما قلنا ما ينفعش اشطب الجذر مع التربية يبقى هقسم 2 على دليل الجذر بواحد وبالتالي عدد فردي يبقى لازم اكتبها ولا بد ان اكتبها بين بن ايه بين علامتي القيمه المطلقه وبالتالي السؤال الصح او الاجابه الصحيحه هي مين رقم سي فنخلي بالنا من هذه النوعيات من الاسئله تعالوا بقى نشوف مع بعض كيف نتعامل مع اسئله تانية اذا كان في موجوده على هذا النوع اه هنا بالنسبه للاسئله الخاصه بالانفيرس فانكشن الانفيرس فانكشن للاسف مش كاتبها من ضمن الاسئله الاساسيه اللي عندك في في الهيكل ولكن ممكن يجيبنا لنا اسئله عليها في البونص فوجب علينا ننبه عليها كيف نوجد الانفيرس فانكشن طبعا هنا في طريقه سهله ممكن اوجد الانفيرس فانكشن بيها ايه هي ان انا اعوض مثلا عن اكس بكام بواحد يبقى يبقى عندك اف واحد مثلا يساوي هتبقى عندنا 2 وبلاش نعوض بالواحد احسن خلينا عشان ايه نكون حريصين شويه هنعوض عن اكس ب2 يبقى 2 ضرب 2 زائد 5 على مين؟ على 3 احصل الناتج 2 ضرب 2 4 زائد 5 9 9 على 3 احصلها 3 يبقى اصبحت النقطه عندنا 2 و3 موجوده في الـ في الداله اف اكس يبقى اذا لابد ان انا ابدل هذه النقطه هنا كام تبقى كام 3 و2 تكون موجوده في الاف انفيرس فبعمل ايه؟ يعني اروح اعوض عن الاكس بثلاثة في الاختيارات اللي احصلها اثنين تبقى صح. يبقى انا لو الأولى عوضت بثلاثة، طب ده الأولى هي نفس الدالة الأصلية، يبقى كيف هيطلع؟ يبقى إذاً غلط. الدالة الثانية لو أنا عوضت بثلاثة يبقى ثلاثة ضرب ثلاث زائد خمسة على اثنين، يبقى أصبحت تسعة خمسة أربعة عشر على اثنين يعني سبعة، لا أنا عايز اثنين، يبقى غلط. طب الثانية؟ طبعا أكيد غلط، لأن ثلاثة ضرب اثنين هتبقى عبارة عن ستة ولكن هي طريقة طويلة يعني أنا لو حبيت أحلها بالخطوات الأساسية أحسن لي فإذا المسألة بسيطة جدا في الخطوات الأساسية تعال نشوف نحلها إزاي باستخدام الطريقة الأساسية بتاعتنا أول شيء نستبدل اف اكس بواي يبقى واي تساوي 2 اكس زائد خمسة على مين على 3 الخطوة الثانية بدل مكان اكس والواي يعني تبقى هنا اكس تساوي 2 واي زائد خمسة على مين على 3 نحل من أجل الواي يعني أنا هضرب الأول هنا في ثلاث واضرب هنا في كام في 3 يبقى اذا احصل 3 اكس تساوي 2 واي زائد مين 5 اطرح 5 من الاطراف يبقى احصل على مين احصل على 3 اكس ناقص 5 تساوي كام 2 واي قسم على 2 يبقى اقسم هنا على 2 واقسم على كام 2 خلاص يبقى اصبحت المساله هتبقى كام هتبقى عندي واي تساوي 3 اكس ناقص 5 على 2 بهذا الشكل هستبدل الواي برمز المعكوس اللي هو اف انفيرس وبالتالي الاجابه الصح اليمين هنا الاجابه الصح اللي هي عباره عن 3 اكس احنا قلنا كام هنا 3 اكس ناقص 5 3 اكس ناقص 5 على كام على 2 وبالتالي هنا في خطا في الاجابات عندنا هنا 2 اكس ناقص 5 على 3 طبعا غلط هنا 3 اكس زائد يبقى اذا هنا في خطا في في المساله وبالتالي هيبقى عندنا مثلا هنخلي دي هي السالب وبالتالي الاجابه الصح اليمين هذه هنا هذه الطريقه نيجي لمساله ثانيه او نستبدل الاف اكس بواي يبقى واي يساوي 4 ناقص اكس على كام على اكس بدل كل اكس بدلها بواي يبقى عندنا اكس يساوي يبقى 4 ناقص واي على واي عايزين نحل المساله يبقى اذا هنا هنعمل ايه هنعمل عمليه ضرب تبادلي يبقى هضرب الإكس ضرب الواي، يبقى عندنا إكس ضرب واي، يساوي أربعة ناقص واي. رحل الواي مع الواي، يبقى إذا عندنا إكس، واي زائد واي تساوي كام؟ تساوي 4 هناخد الواي عامل مشترك، كونون فاكتور، يبقى إكس زائد مين؟ زائد واحد، تساوي أربعة. ثم أقسم أحصل الواي يساوي كام؟ أربعة على إكس زائد واحد. طبعًا هستبدل هذه الواي برمز الإنفيرس بهذا الشكل. يبقى 4 على اكس زائد 1 يبقى اذا 4 على اكس زائد 1 يبقى اذا الاجابه الاخيره اللي هي الصحيحه هنا طبعا في ريستريكتد هنا او في تقييد ان الاكس لا تساوي سالب 1 عشان المقام ما يساويش الصفر هذا بالنسبه مين بالنسبه لمسألة موجود عندي فنخلي بالنا من طريقه التعامل مع المساله طب افرض جاب لي مساله زي كده وقال لي طبعا ايضا الرسم الرسم البياني الخاص بالأبسلوت. آه للاسف مش موجود سؤال اساسي فممكن يجينا لنا في الامتحان كمالتيبل تشويس كبونص طيب تعالوا نشوف نعملها ازاي اولا هنا داله الابسوليوت الداله الاصليه بتاعت الابسوليوت لازم اكون انا فين ماشي ازاي يبقى هي تبدا من عند صفر وصفر وماشي بهذا الشكل يبقى دي داله الابسوليوت اللي هي اللي بنسميها بنسميها البيرنت فانكشن يبقى اذا هذه الداله اللي هي الابسوليوت طب الداله الابسوليوت دي احنا هنعمل ايه عايز عشان اعرفها صح بكل بساطه ممكن على فكره ممكن اعملها بالطريقه دي واعملها بطريقه ثانيه خلي بالكم معايا راس هذه الداله احنا وصلت هنا ازاي يبقى نزلت الى اسفل كم خطوه يبقى دي سالب 4 يبقى انا وصلت عند سالب 3 اتحركت الى اليسار كم خطوه 4 نزلت الى اسفل خطوه يبقى قيمه ال يبقى سالب 3 راحت الى اليسار يبقى الاتش عباره عن كام يبقى سالب 4 طب المعادله في الصيغه العامه بتاعتها هي عباره عن اف اكس هي عباره عن A في اكس ناقص اتش زائد ك يعني تبقى عندنا A مضروف اكس اتش سالب مع سالب تتحول الى موجب اربعة زائد الكي عندنا بكام اه هنا سالب اربعة يبقى اذا سالب ثلاث يبقى اكتبها هنا ايه اقول له هنا هنا ناقص ثلاث اتلاحظ ان المسائل كلها هنا الاي بواحد بواحد واحد يبقى خلاص إيه عرفت انها بواحد ما فيش ما فيش مشاكل فيه انا عايز مين لو دي اكس زائد ثلاث ناقص اكس زائد اربعة ناقص ثلاث فين اكس زائد اربعة ناقص ثلاث اللي هي الاجابة ايه رقم سي دي طريقة الطريقة الثانية ممكن نعملها ازاي؟ إن أنا آخد نقطة وأعوض في الدوال الموجودة عندي، كيف أعوض يعني؟ تعال نشوف التعويض كله سهل إن أنا هاخد مثلا النقطة هنا مثلا يعني مثلا عندنا تعال نعوض مثلا ناخد نقطة تكون واضحة من النقاط اللي عندنا، خلينا في النقطة حتى مثلا عندنا مين اللي هي الرأس دي اللي هي سالب أربعة وسالب ثلاثة أو ممكن ناخد نقطة تانية مثلا هنا طبعاً عندي هنا اثنين يبقى دي بواحد يبقى دي معناها صفر وكام؟ واحد تعال نعوض كده لو انا عوضت بالنقطه صفر يعني دايما هعوض بالاكس الاول واشوف هحصل قيمه الواحد ولا لا فلو انا عوضت هنا صفر يبقى هحصل ايه؟ يبقى صفر ناقص اربعه ناقص ثلاث احصل اربعه ابسوليت فاليو لسالب اربعه يبقى موجب اربعه ناقص ثلاث احصلها كام؟ واحد يبقى اذا النتيجه ايه؟ صحيحه يبقى نخلي بالنا النتيجه صحيحه طيب تعالى بقى هل هل كده دليل على ان الكلام ده صح ان المثل كده صح؟ هل دليل على ان المثل صح؟ طب تعالى نشوف نعوض بالنقطه الثانيه ما ينفعش اعوض بنقطه واقول المثل صح طب نعوض بالنقطه الثانيه يبقى هيبقى عندك سالب 4 الاكس ناقص 4 ناقص 3 طب سالب 4 وسالب 4 سالب 8 القيمه المطلقه ليها كام؟ القيمه المطلقه 8 8 ناقص 3 هيحصل لها كام؟ 5 انا عايز سالب 3 يبقى اذا دي غلط ما يبقى اذا ممكن اخذ نقطتين على الداله على الرسم نفسها واعوض بقيم اكس واشوف هل تعطيني قيمه واي ولا لا ولكن انت لو عارف القاعده الاساسيه هتحل اسرع من هذه الطريقه افضل يعني هذه بالنسبه مين بالنسبه لهذه النوعيه من الاسئله نيجي بقى للرسمة الدالة الدوال الاسيه فبيقول لي ماتش اتش فانكشن ويز اتش جراف طبعا في الامتحان مش هيقول لك ماتش هو هيجيب لك مثلا داله ويجيب لك اربع رسومات ويقول لك ايهما صح فهي هي نفس الفكره هي هي نفس الفكره فبعمل ايه يعني انا مثلا عندي اربع رسومات زي كده تعال ناخد النقطه مثلا عندنا ايه النقطه وليكن ناخذ النقطه هنا بهذه النقطه طبعا النقطه عباره عن كام صفر واحد وناخد هذه النقطه مثلا عبارة عن كام؟ عبارة عن سالب واحد وكام واثنين. طب تعال نعوض في المعادلة رقم ايه دي؟ لو انا عوضت بالصفر يبقى زيرو بوينت اثنين أس صفر زائد اثنين تساوي كام؟ يبقى اثنين من عشرة أس اثنين. 2 من 10 أس 2 يعني 2 في 2 ب 4 يبقى 4 من 100 اه انا عايزها كام؟ عايزها 1 يبقى إذا الأولى لا تصلح لهذه الدالة. الأولى لا تصلح لهذه الدالة. طب أنا لو عوضت في الدالة الثانية رقم B يبقى هيبقى عندنا 5 أس صفر يعني بكام؟ بواحد يبقى النقطة الأولى صحيحة ولكن هذا ليس دليل أن هذه المعادلة هي نفسها لها لها هذه الدالة. طب أنا عندي هذه صحيحة، طب بسيطة. اولا الاساس هنا اكبر من واحد الاساس اكبر من واحد يبقى اذا هي المفروض جروس الاساس أكبر من واحد جروس يعني جاي من الشمال اللي من اليسار اليمين كده الى اعلى طب دي الى اسفل عكس يبقى اذا ما تنفع لا تصلح البي ايضا عايز تحقق حائط عوض بالنقطه الثانيه انا عوضت بسالب واحد هي حصل خمسه اس سالب واحد يعني واحد على خمسه انا عايزها اثنين مش واحد على خمسه فاذا دي هذه طريقه التعامل مع هذه النوعيه من الاسئله لما يعطيني داله ويعطيني اربع رسومات فانا بجيبها عن طريق النقاط بهذا الشكل طب تعال نعوض في الأخيرة كده، أولًا أنا عندي طالما الأس سالب وهنا عدد أكبر من واحد يبقى أعرف إن دي يبقى إذا نزل الأسفل آه شبه ش... تقريبًا هتبقى هي, هي دي مثلًا، طب تعال نعوض كده لو عوضت بالصفر يبقى يبقى عندنا الاثنين طبعًا هنا أو ما ينفعش أقول سالب صفر يبقى اثنين أس صفر يبقى كام بواحد، يبقى النقطة الأولى صحيحة، طب تعال نعوض بسالب واحد يبقى هيبقى عندنا اتنين أس سالب وسالب واحد. احصلها اثنين اس موجب واحد يعني ايوه آه هنا النقطه الثانيه صحيحه يبقى هذه الرسمه اللي هي حرف الاي تاخذ رقم مين تاخذ رقم سي دي طريقه التعامل مع الرسومات لما يجي لي رسمه زي كده طبعا هو في الامتحان مش هيجيب لك ست رسومات ثمان رسومات زي كده لا ده هو بيجيب لك داله وعليها اربع رسومات او رسمه ويكتب لك اربع دوال هي هي نفس الطريقه بس بتبقى سهله شويه طب تعال نجرب المساله الثانيه اه هنا طالما المساله ماشيه من اليسار لليمين بهذا الشكل يبقى كي يبقى ابحث عن الاساس اما يكون اقل من واحد او الاس سالب طب رقم ايه الاساس اقل من واحد تلت يعني ممكن تكون هي طب تعال نجرب كده نقاط نجرب ايه نقاط فتعال ناخد نقطة كده تكون واضحة من النقاط الواضحة عندنا اللي هي هذه النقطة مثلا اللي هي سالب 2 مع مين؟ مع واحد. سالب 2 مع واحد، طب بدي نجرب كده سالب 2، لو أنا عوضت سالب 2 تبقى إيه؟ عبارة عن واحد على 3 أس سالب 2. آه يعني هتبقى 9، طب هي اللي أعطتني 9 يبقى ما نفعتش الموضوع ده معنا. طب لو أنا جربت مثلا الأولى مثلا، لو جربت أول واحدة مثلا اللي هي حرف الـ A يبقى عندك هتبقى 0.2 أس كام عندنا؟ أس هتبقى الـ A 2 زائد 2 تساوي كام؟ هتبقى 0.2 أس صفر يعني 1، يبقى احتمال تكون هي وهي ده وطالما الأساس أقل من 1 يبقى إذا دالة A دي كي فانكشن أو اللي هي الدالة التناقصية. او ظل ضلت بمحلاه طيب انا لو عوضت بصفر هيطلع كام هيطلع قلنا هنا تبقى 0.2 أس صفر زائد 2 يعني تبقى عندنا 0.2 أس كام أس 2 يعني هضرب دي في نفسها مرتين يعني تبقى 4 من 100 4 من 100 تقريبا هي صحيحه كده يبقى اذا الاجابه الصح وبالتالي هي مين تاخد مين تاخد الايه وهكذا بالنسبه للباقي ولكن نخلي بالنا في حياه من الحياه المهمه نخلي بالنا منها اللي هي المساله اللي شبه دي كده اول ما تلاقي دالة اسية هنا موجب اتنين يبقى اعرف ان ده عبارة عن خط تقارب افقي عند موجب اتنين طب فين اللي فيها خط تقارب افقي عند موجب اتنين موجودة واضحة زي الشمس خط تقارب افقي عند موجب 2؟ ايوه هي دي طب هل في واحدة تاني عندها خط تقارب افقي عند موجب اتنين لا يبقى هي دي رقم مين ده رقم اف مباشرة طب هنا عند مين نفس الكلام اهو انا عندي خط تقارب افقي عند مين يبقى ده في خط هنا تقارب افقي عند مين عند سالب ثلاثة فين فيها خط تقارب افقي عند سالب ثلاثة الاولى عند محور اكس محور اكس محور اكس كلها محور اكس اه هنا رقم في عندها خط تقارب افقي عند السالب 3 يبقى هي دي الصحيحه رقم مين رقم دي يبقى اذا خطوط لو في خطوط تقارب افقيه زي كده هتوضح لي المساله اسرع وفي نفس الوقت الطريقه اللي هنتبعها ان انا آخذ نقطتين اشوف بقى اعوض عن قيمه اكس في الداله واشوف هتعطيني قيمه واي ولا لا اعطيتني قيمه واي يبقى صح اروح للنقطه الثانيه اعطيتني قيمه واي تبقى صح يبقى هي دي الرسمه اللي انا عايزها هذا بالنسبه مين لموضوع الرسومات فنخلي بالنا من هذه النوعيه من النسب. طبعا يبقى اذا ظل معنا ثلاث رسومات وظل عندنا ثلاث دوال فممكن اقدر اعرفهم بكل سهوله عادي مثلا عندنا 1 على 3 اس اكس 1 على 3 اس اكس يبقى ايه ضلت ضلت ايه داله اضمحلال لان الاساس اقل من واحد يبقى هذه هي مين تاخذ الإيه لان الوحيده اللي ظلت فيها داله داله اضمحلال البقيات عندنا دالة ايه؟ دالة عبارة عن دالة نمو اللي هي جروث. فتلاحظ ان انا عندي ظلت رقم بي ورقم مين عندنا؟ ظل معنا كمان رقم جي. فرقم بي عندنا 5 اس اكس، طب تعال نعوض بصفر كده يبقى 5 صفر بواحد، يبقى اذا هما الاثنين بواحد، ما حلتليش المشكلة. نعوض الاكس بواحد يبقى 5 اس 1 ب 5 هل الواحد هنا معاها 5 فوق؟ آه نعم يبقى اذا هذه تاخذ قيمه تاخذ مين؟ المساله رقم ب ويبقى هذه الجزئيه تاخذ مين؟ رقم جي هتقول لي يا استاذ ده هنا اقل من من واحد يبقى لا لا ما انت خلي بالك دي اقل من واحد والاس سالب طالما اقل من واحد والاس سالب تبقى داله نمو تبقى داله نمو هذا بالنسبه مين؟ لهذه النوعين من الاسئله نخلي بالنا من طريقه التعامل معها نيجي بقى لموضوع المرابحه درس المرابحة أو, در... در... أو... أه... أه... مسألة المرابحة من أسهل المسائل اللي ممكن تجينا في الامتحان. فإيه ما فيهاش مشاكل أنت حافظ القاعدة بتحلها طول، بس خلي بالنا من بعض الكلمات. هنا بيقول إيه؟ إف 1000 درهم انفستد، يبقى أنا عايز أستثمر 1000 درهم، آه أنا عايز أستثمر. إف إذا إز.. إذا إز.. 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 إز... إز.. إز.. تم استثمار، يبقى على طول معروفة إن هذه حرف البي، المبدأ الل... اللي هو القيمة البدائية اللي أنا هبدأ استثمارها، يبقى البي عبارة عن كام؟ عبارة عن 1000. طيب. is an on online saving account earning a آه, earning 8% per year compound con آه, ايوه compound continuously يبقى اذا ال R عباره عن مين اللي هي الريت بتاعنا هي 8% ولكن مش هينفع استخدمها هذه بهذه الطريقه لازم اقسمها على 100 عشان احولها على علامه عشريه يعني هتبقى 0.08 ولكن نخلي بالنا من كلمه continuously يعني ايه مرابحه مستمره مرابحة مستمرة يبقى لابد من استخدام هذه القاعدة A تساوي B E أس R T. والزمن عندنا كام؟ بيقول 10 سنين يبقى عندنا الزمن يساوي كام؟ 10، كل اللي هنعمله نعوض ونستخدم الآلة الحاسبة، يبقى ال عندنا 1000 مضروب في ال E أس كام؟ 0.08 مضروب في الزمن اللي هو 10 بالآلة الحاسبة وتبقى خلصت المسألة اللي موجودة عندنا. فاذا هنشوف الاله الحاسبه عشان نشوف النتيجه النهائيه يا ترى قيمتها كام يبقى احنا عندنا هنا اقوله كده 1000 طبعا نحاول الاله الحاسبه الوضع الطبيعي من يو وواحد او مود واحد في الاله الحاسبه القديمه ايضا يبقى اقوله 1000 بعد كده بضغط شيفت واللن عشان اكتب إيه اس كذا ال آه عندنا 0.08 مضروبه في كام في 10 هضغط يساوي المساله خلاص يبقى أربعة 54 يبقى اذا النتيجه رقم مين رقم سي يبقى عندنا 2 2 2 من الدرهم هذه بالنسبه للسؤال يبقى اذا اول ما يقول لي مرابحه مستمره او كومباوند continuously معناها لازم استخدم هذه هذه الداله او هذه القاعده اخلي بالي من المساله قدامنا دي المساله موجوده عندكم في كتاب في كتاب المدرسه كمان جت في امتحانات قبل كده فنخلي بالنا ولذلك هي مش مطلوب منك في الهيكل ولكن ممكن تجي لك من هي من على هيئه المسائل اللي هي البونص الموجوده عندنا فتعال نشوف نعملها ازاي اولا نفهم الكلام المكتوب كويس بيقول لي كابل جاست هاد ا تشايلد اند تو ايميديتلي ستارت ا كوليدج يعني اثنين من زوجين جديد ربت رزقهم بولد او بنت يبقى اذا في هذه الحاله قرروا ان هم يبداوا توفير المبلغ الخاص بالدراسه في الجامعه من دلوقتي طيب يا عم المبلغ المطلوب منك في الجامعة؟ خلي بالك من قراءة الكلام زي زي الدراسات الاجتماعية بالظبط، اقرأ الخريطة، هنا اقرأ اقرأ الصورة ومكونات الصورة، ايه الموجود في الصورة؟ فهنا أنا بيقول لي الجامعة عايزة 60,000 درهم. طب الكلام ده لما يكون الولد عنده كم سنة أو البنت عندها يعني كم سنة؟ 18 سنة. طبعًا هنا راسم البنت وهي بنت. خلاص؟ يبقى إذا أنا عندي المبلغ اللي أنا محتاجه بعد 18 سنة، يبقى دي المبلغ النهائي. يبقى هو خلي بالك ان يعني دي عباره عن الاي يبقى الاي عباره عن 60000 درهم طب الزمن عندنا كام انا عندي بعد 18 سنه هم بداوا لما اتولد مباشره البنت اتولد مباشره بداوا يفكروا في موضوع الاستثمار هذا يبقى اذا يبقى عندنا التي الزمن بـ 18 سنه طب هنا نقرا باقي نقرا بقى المعلومات الموجوده عندي بيقول لي انت درست تريد يبقى الريت اللي هي الار هي عباره عن 9% 9% تقسمها على 100 يبقى 0.09. يقول لكم كومباوند ديلي، أول ما ألاقي كلمة ديلي، يبقى لازم أعرف إن الـ n إيكوال 365. يبقى هذه المرة ما ينفعش أستخدم هذه القاعدة اللي استخدمتها في المثل الأولى. هستخدم فيها المرابحة العادية، المرابحة المركبة العادية، اللي هي مين؟ اللي هي عبارة عن الـ a تساوي b مضروبة في 1 زائد r على n اس ان اس ايه ان تي طبعا ال ان تختلف من مثلا مثلا فاذا قال دي لي ديلي زي كده او يومي معناها كام 365 طب لو قال لي شهري او مانثلي لو قال لي شهري او كلمه مانثلي بالانجليزي معناها ال ان 12 طب لو قال لي مثلا سيمي انوالي او نصف سنوي يبقى ال ان 2 فنخلي بالنا من هذه الجزئيه لو قال لي انوالي او او سنوي يبقى ال ان 1 ابدا اعوض الايه احنا خلاص احنا عايزين لما البنت تكبر يكون معانا 60000 درهم عشان نقدر ندفعها للجامعه البي انا محتاجها 1 زائد الار عندنا 0.09 على الان 365 مضروب اس كام 365 مضروبه في 18 كل دي بالاله الحاسبه خلاص مره واحده تعال نكتبها بالاله الحاسبه مره واحده عشان ننجز فيها وما ناخدش فيها وقت طويل في الامتحان بصوا معايا نكتبها ازاي هكتب كده 6 60000 6000 الفا كالك عشان يساوي بعد كده بعمل ايه؟ هنا طبعا الاله حاسه ما فيهاش حرف البي فبكتبها اكس هنفتح قوس نقول له 1 زائد نفتح الكسور هقول 0.09 المقام عندنا 365 اتحرك يمين نسكر القوس ونضغط على مفتاح الاسس اقول 365 تايمز كام؟ تايمز 80 اضغط على شيفت كالك يساوي خلاص المساله خلصت حصلناها كام؟ 11876 11876.29 11 يبقى اذا الاجابه رقم مين عندنا 11 اللي رقم بي يبقى اذا اجابتنا هي عباره عن رقم بي يبقى اذا الناتج كام اقول له كده عندنا المبلغ المفروض يبدا بتوفيره من حاليا هي عباره عن 11876.29 درهم يعني يفضل ان انا يبدا ب 12000 ورايح دماغنا منهم عشان يبقى الفلوس بزياده كمان هذه بالنسبه لمين؟ لمثلا موجود عندك في الكتاب، جابت في امتحانات قبل كده، ولكن هو في الهيكل محدد المرابحه المستمره. فممكن يجيب لنا في البونص يجيب لي المرابحه المركبه العاديه، فيجيب لك المسأله دي. فنخلي بالنا. نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معاه ازاي؟ نفس الكلام هنا السؤال الاول بونص. فبيقول لي يعني ايه؟ احمد اكيورد اد انيرتنس اوف 20,000 اد ايج درهم. يعني ولد احمد والده توفاه الله ورث 20000 درهم من والده او والدته ولكن كان الولد كان الولد, كان عنده 8 سنوات فهذا السن طبعا سن الطفل لا يسمح له بالتعامل بهذه المبالغ الماليه او التعامل مع البنوك فهو لسه هينتظر بقى لغايه ما يبقى عنده كام سنه 18 سنه عشان يقدر يتعامل مع البنك ويقدر يسحب فلوس ويصرف منها فهو الوالده مثلا قالت له خلاص انا هضع لك المبلغ بتاعك ال 20000 ده هضعه لك فين؟ في البنك، هعمل لك استثمار لي في شركه من شركات مثلا او بنك او المصرف. فهنا بيقول لك ايه؟ اذا كان عندنا المبلغ ده من المال هياخد مرابحه عندنا كام؟ 4.6% فخلي بالك المبلغ اللي ورثه احمد كام؟ 20000 يبقى هي دي البي، يبقى قيمه البي 20,000 20,000 هو بيقول لي هنا كان سنتها عنده 8 سنوات ولكن لم يستطيع التصرف في هذا المال الا في سن ال 18 يبقى اذا هيعدي كم سنه كده على المبلغ يكون موجود في الاستثمار من 8 ل 18 يبقى اطرح يبقى اذا هيساوي T يساوي 18 ناقص 8 يبقى هيمر على المبلغ في البنك او الاستثمار 10 سنوات طيب انا عندي النسبه كام؟ ار عباره عن 4.6% ولكن نخلي بالنا هنقسمها على 100 يبقى 0.046 طب كل هل كل المعلومات موجوده؟ اه نخلي بالنا هنا بيقول لك كومباوند مونثلي يبقى اذا هنا اسمها دي مرابحه شهريه مرابحه شهريه يبقى نعرف على طول ان الان تساوي 12 يبقى لو قال لي مرابحه شهريه يبقى الـN ب 12 مرابحه يوميه او ديلي معناها الـN 365 uh, يعني 365 قال لي مرابحه سنويه يبقى الـN بـ1 مرابحه نصف سنويه يبقى الـN بـ2 يبقى نخلي بالنا من الكلمات يبقى اذا هبدأ احل بمثلنا هقول له عباره عن الـA تساوي عباره عن الـB مضروبه في 1 زائد R على N في أس N A أس N D وابدأ اعوض والمثل خلصت بالآلة يبقى عندك البيع عبارة عن عشرين ألف مضروبة في واحد زائد الآر عندنا 0.046 أربعة ستة أقسمها على الإن اتناشر هنا هتبقى عندنا اتناشر مضروبة في التي ب 18 طبعا بالآلة الحاسبة وبنخلص من هذا الحسابات كلها بكل سهولة تعال نكتبها بالآلة الحاسبة مرة ثانية عشرين ألف يبقى اتنين صفر 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 مضروبة في مين واحد زائد مفتاح الكسور أقول له 0.046 هنقسم على كام؟ على 12 آه نروح يمين نقول له أس كام؟ أس 12 اللي هي آه الـ N مضروبة طبعا أس 12 مفتاح الأسس يبقى أس 12 مضروبة في كام؟ دي ب 10 وليس 18 يبقى هذه 10 وليس 18 يبقى إذا نعوض بقى هنقول هنا 12 ضرب كام؟ 10 وبالتالي يساوي أحصل 31000 31000 وستين وبالتالي الاجابه الصحيحه هي مين الاولى تعال بقى نشوف الجزء الثاني من المساله لا هنا في جزء ناقص يا شباب ولكن نخلي بالنا هنا عايز بيقول يعني الجزء الباقي فيه ان انا المفروض هنا يكون عندي فيها عباره عن مرابحه مستمره يعني لو انا حولت المرابحه العاديه لو لها مرابحه مستمره يا ترى المبلغ يبقى كام ادي معناه فاذا هنا في جزء ناقص في صيغة السؤال فان شاء الله بنضيفه لما ابعث لكم مين ملف هذا الفيديو طيب فدي انا عايزه عايز الكلام ده هو هو بس بالمرابحه السنة مرابحه مستمره يبقى لازم استخدم القاعده الثانيه اللي هي A تساوي ال B في E أس R T ال B عندنا عشرين ألف ال E عندنا R 0.046 مضروب في الزمن احنا قلنا عليه اللي هو كام؟ 10 وكده برضه نفس الكلام اخلص من السؤال حساباتي كلها باستخدام الاله الحاسبه عشان مش هنقدر نحسبها بسرعه لو حسبناها يدويه وبالتالي عندنا 20000 مثلا 20000 مضروبه في الاي e اللي هي شيفت ولن بعد كده عندنا 0.046 مضروبه في كام؟ في 10 احصل النتيجه كام؟ اقول له يساوي احصلها النتيجه عندنا زي ما انتم شايفين كده 31000 681.48 يبقى إذا الإجابة الصحيحة اليمين هي إيه رقم دي. فنخلي بالنا هذا السؤال الجزء الثاني من السؤال مطلوب مننا إن أوجد استثمار هذا المبلغ ولكن بصفة اللي هي المرابحة المستمرة المرابحة آه المستمرة وبكده يبقى وصلنا لنهاية الجزء الثاني من هيكل الصف الحادي عشر متقدم فنلقاكم على خير إن شاء الله في الجزء الثالث من الهيكل على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته